بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. فدرسنا اليوم حول العصبات، وهنا يقول المصنف القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأقرب العصبات الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم على هذا الترتيب، ثم ابنه. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. حتى نفهم العصبات لا بد أن نعرف أولا أن الإرث ينقسم إلى قسمين، فإن الإنسان إما أن يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب، إما بالفرض وإما بالتعصيب. الفرض نصيب مقدر شرعا، قدره الله سبحانه وتعالى، مثل ميراث الزوج، فالزوج ميراثه إما النصف إذا لم يكن فرع وارث، أو الربع إذا وجد فرع وارث، هذا نصيب مقدر شرعا. والتعصيب ليس مقدرا في الشرع، وإنما له حالات سيأتي ذكرها لاحقا. ولذلك إذا أردنا أن نعرف العصبة نقول: العصبة هم من ليس لهم نصيب، من ليس لهم نصيب مقدر شرعا من المجمع على توريثهم، حالة التعصيب، من المجمع على توريثهم حالة التعصيب، هذا تعريفهم. من هم العصبة؟ العصبة هم من ليس لهم نصيب مقدر شرعا، هذا القيد الأول، ليس لهم نصيب مقدر شرعا. الذين لهم نصيب مقدر في الشرع يسمون أصحاب الفروض، الذين لهم نصيب مقدر شرعا يسمون أصحاب الفروض. الذي ليس له نصيب مقدر شرعا عصبة. إذن هذا القيد، من ليس لهم نصيب مقدر شرعا، هذا القيد الأول أخرج من؟ أخرج أصحاب الفروض، فليس لهم نصيب مقدر شرعا. قال: من المجمع على توريثهم، هذا قيد ثاني، أخرج من؟ أخرج من ينزل منزلة ذوي، من ينزل منزلة العصبة من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، من ينزل منزلة العصبة من ذوي الأرحام، لأن بعض ذوي الأرحام ينزلون منزلة العصبات، لكن توريث ذوي الأرحام هذا ليس مجمعا عليه، واضح؟ ولذلك قال هنا: من المجمع على توريثهم. حالة التعصيب، قول حالة التعصيب هذا قيد ثالث في التعريف، لأن بعض العصبة يرث بالفرض، لكن في حالة التعصيب واضح ليس له فرض، واضح؟ وسنذكر هذا بعد قليل. إذن نقول: العصبة من ليس لهم نصيب مقدر شرعا من المجمع على توريثهم حالة التعصيب. إذا عرفنا هذا فلا بد أن نعرف جهات العصوبة.
قال العلماء جهاد العصوبة أنا أفضل أنكم لا تكتبون، سيبقى الكلام على السبورة، افهم معي. جهاد العصوبة كالتالي: البنوة، وهذه أقوى جهات العصوبة. بعد البنوة تأتي الأبوة، البنوة ثم الأبوة، وهي أي جهات العصوبة كما مر معنا بعد الدرس الماضي أنها سبع جهات: البنوة، الأبوة، الجدودة، والأخوة. هذه في نفس الدرجة، في نفس الدرجة، الجدودة والأخوة في نفس الدرجة. ثم بنو الأخوة، أبناء الإخوة، ثم العمومة، ثم المعتق، ثم بيت المال. سبع جهات. مرة أخرى نعد هذه الجهات السبع فنقول: جهات العصوبة سبع، أولها البنوة وهي أقواها، والثانية الأبوة، والثالثة الجدودة والأخوة. هذه في درجة واحدة، رقم ثلاثة. الرابعة بنو الأخوة، الخامسة العمومة، السادسة المعتق، السابعة بيت المال. هذه جهات العصوبة، وهذا ترتيبها، ترتبها بهذا الشكل. يعني مثلا إذا كان موجود الإخوة فإنهم يحجبون من بعدهم، أبناء الإخوة. إذا كان أبناء الإخوة موجودون فإنهم يحجبون من بعدهم، الأعمام وأبناء الأعمام. إذا كان الأعمام أو أبناء الأعمام موجودين فإنهم يحجبون المعتق، وهكذا. إذن جهات العصوبة سبع: البنوة، الأبوة، الجدودة والأخوة، بنو الأخوة، العمومة، المعتق، بيت المال. إذن نكون عرفنا تعريف العصبة، وهم من ليس لهم نصيب مقدر شرعا من المجمع على توريثهم حالة التعصيب، وعرفنا الجهات السبع للعصوبة التي هي على الترتيب: البنوة، الأبوة، الجدودة والأخوة، بنو الأخوة، العمومة، المعتق، بيت المال. إذا عرفنا هذا فنقول حالة العصبة أو حالات العصبة ثلاث. فإن العاصبة إذا كان وحده أخذ جميع التركة، وإذا كان العاصب مع أصحاب الفروض يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وإذا استغرقت أو إذا استغرق أصحاب الفروض التركة فإن العاصب يسقط. أعطيكم مثال لكل حالة من هذه الحالات. نقول حالات العصوبة كم قلنا؟ ثلاث. حالات العصوبة ثلاث. الحالة الأولى أن العاصب يرث جميع المال. الحالة الثانية أن يرث الباقي بعد من؟ بعد أصحاب الفروض. أن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض. الحالة الثالثة أن أصحاب الفروض، أصحاب الفروض يأخذون التركة كلها فيسقط العاصب، لا يجد شيئا. نريد مثال الحالة الأولى، مثال الحالة الثانية، مثال الحالة الثالثة. مثال الحالة الأولى أن العاصب يرث جميع المال. لو مات شخص وترك ابن مثلا، فإن الابن يأخذ جميع المال. مات شخص وترك أب، الأب عاصب يأخذ جميع المال. مات شخص وترك أخ، عم، يأخذ جميع المال.
إذا انفرد العاصب فإنه يأخذ التركة كلها، يأخذ جميع المال. هذه الحالة الأولى. حالة الثانية أن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض. مثالهم: مات شخص وترك زوجة وبنتا وأخ، كم نصيب الزوجة؟ يوجد فرع وارث، ثمن. كم نصيب البنت؟ النصف. الباقي لمن؟ الباقي للأخ. عصبة، عين هذه رمز العصبة، الباقي له عصبة. واضح؟ مثال آخر: مات شخص وترك أم وأخت وعم، نقول الأم لها الثلث، الأخت لها النصف، العم عصبة يأخذ الباقي. إذن الحالة الثانية من حالات العاصب أنه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. الحالة الثالثة: إذا أصحاب الفروض أخذوا جميع التركة فإن العاصب يسقط. مثالهم: مات شخص امرأة وتركت زوجا وأختا وعما. الزوج كم له؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت أيضا لها النصف، انتهت التركة. العم لا شيء له، واضح؟ يسقط، لا يرث، لأن التركة انتهت، نصف مع الزوج نصف مع الأخت انتهت التركة. إذن العم لا يرث مع أنه عصبة، لكن لم يبقى له شيء. إذن نقول العصبات لهم ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن ينفرد فيأخذ جميع المال، الحالة الثانية أن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض، الحالة الثالثة أن أصحاب الفروض يستغرقون التركة، يأخذون التركة كلها فيسقط العاصب. إذن عرفنا من هم العصبة، عرفنا أن جهات التعصيب سبع جهات، ترتيبها بنوة، أبوة، جدودة، وأخوة في نفس الدرجة. بنو الأخوة العمومة، المعتق، بيت المال. عرفنا أن العاصب له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أنه يرث جميع التركة، الحالة الثانية أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، الحالة الثالثة إذا استغرق أصحاب الفروض التركة، أي أخذوا التركة كلها، فإنه يسقط. إذا تقرر هذا عندنا فهنا يأتي السؤال: من هم العصبة؟ من هم العصبة؟ نقول: نحن درسنا في الدرس الماضي أن الذين يرثون من الرجال هم هؤلاء 15: الابن وابنه، الأب والجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، الزوج المعتق. هؤلاء 15. هؤلاء 15 بعضهم يرث بالفرض فقط، لا يعصب، لا يرث بالتعصيب، وبعضهم يرث بالتعصيب، وبعضهم يجمع بين الفرض والتعصيب. واضح؟ إذن كم صارت أقسامهم؟ ثلاثة، نأتي إليهم واحدا واحدا. الابن وابنه، هؤلاء يرثون بالتعصيب، عين عصبة، دائما يرثون بالتعصيب، ليس لهم فرض، بمعنى لا يقال في حالة من الأحوال الابن له النصف، لا يقال في حالة من الأحوال ابن الابن له الثلث، دائما بالتعصيب. الابن وابنه، ابن الابن. الأخ الشقيق دائما بالتعصيب. الأخ لأب دائما بالتعصيب. الأخ لأم سيأتي. ابن الأخ الشقيق دائما بالتعصيب. ابن الأخ لأب دائما بالتعصيب.
العم الشقيق أيضا دائما عصبة، العم لأب دائما عصبة، ابن العم الشقيق دائما عصبة، ابن العم لأب دائما عصبة. كم هؤلاء؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هؤلاء يرثون بماذا؟ بالتعصيب دائما، بالتعصيب دائما، هكذا أنتم بالتعصيب دائما. طيب الأب والجد هؤلاء أحيانا يرثون بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا يجمع بينهما فيرث الفرض والتعصيب. يعني الأب مرة يرث بالفرض السدس فقط، مرة يأخذ عصبة فقط، مرة يأخذ الفرض ويأخذ الباقي عصبة، وسندرس هذا لاحقا. لكن الذي أريد أن تعرفه الآن أن تعرف أن الأب والجد قد يرث بالفرض 1، قد يرث بالتعصيب 2، قد يرث بالفرض والتعصيب 3. الأخ لأم طبعا هنا عفوا المعتق أيضا بالتعصيب، نسيته في الطرف، الأخ لأم يرث بالفرض فقط، بالفرض فقط، فهو إذا انفرد له السدس، وإذا تعددوا الثلث، يرث بالفرض فقط. الزوج يرث بالفرض فقط. إذا كم صاروا عندنا؟ نقول الذكور ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول من يرث بالتعصيب فقط، القسم الثاني من يرث بالفرض فقط، وهم 2، الزوج والأخ لأم، الزوج والأخ لأم. هؤلاء يرثون بماذا؟ هؤلاء يرثون بالفرض فقط. نعم. القسم الثالث من؟ من يرث تارة بالفرض، ومن يرث تارة بالتعصيب، ومن يرث تارة بالفرض والتعصيب، وهم 2، الأب والجد. واضح؟ هذا فقط يحتاج منك أن تحفظ هذا التقسيم، تستطيع أن تقول مرة أخرى، مرة ثالثة ورابعة، الوارثون من الرجال 15 ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول من يرث بالتعصيب دائما، القسم الثاني من يرث بالفرض دائما، القسم الثالث من يرث بالفرض والتعصيب. فالقسم الذي يرث بالفرض دائما من؟ الزوج والأخ لأم. الذي يرث بالفرض والتعصيب من؟ الأب والجد. الباقون بالتعصيب. خلاص واضح؟ أنت لو حفظت من يرث بالفرض وحفظت من يرث بالفرض والتعصيب، فالباقون يرثون بماذا؟ يرثون بالتعصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. تمام؟ طيب إذن نقول هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء، من منهن ترث بالفرض ومن منهن ترث بالتعصيب؟ ها؟ الأم ترث بالفرض، الزوجة بالفرض، تمام؟ المعتقة عصبة، ولا توجد عصبة بالنفس إلا المعتقة من النساء إلا المعتقة، تمام؟ الجدة ترث بالفرض، سواء الجدة أم الأم أو الجدة أم الأب. البنت مرة بالفرض، وإذا كان معها أخ إيش يعمل؟ يعصبها. إذن البنت هذه قد بالفرض ممكن وممكن بالتعصيب، صح؟ وهذه مثلها بالفرض وبالتعصيب،
الأخت كذلك بالفرض بالتعصيب، الأخت لأب بالفرض بالتعصيب، الأخت لأم بالفرض فقط، بالفرض فقط لا تعصب. تمام. إذن نأتي إلى النساء، ننظر في النساء. النساء أيضا ينقسمن إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى من ترث بالتعصيب فقط، وهي من المعتقة ترث بالتعصيب فقط. القسم الثاني من يرث بالفرض فقط، وهي من الأم، الزوجة، الأخت لأم، الجدة، صح؟ هؤلاء يرثون بماذا؟ بالفرض فقط. القسم الثالث تارة ترث بالفرض وتارة بالتعصيب، البنت، بنت البنت، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. تستطيع أن تقسم النساء أيضا إلى ثلاث مجموعات، لكن انتبه إلى شيء بسيط، وهو أن البنت وبنت البنت والأخت الشقيقة والأخت لأب يرثون بالفرض أو التعصيب، يعني لا يجتمع لهم الأمران، لا يجتمع لهم الأمران، واضح؟ لكن في الأب والجد قد يجتمع الفرض والتعصيب، واضح؟ أما في بنت الابن والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب فإما أن ترث بالفرض وإما أن ترث بالتعصيب، واضح؟ هذا من حيث التقرير العام. طبعا هذا يحتاج إلى أن أذكر لكم بعض الأمثلة، ممكن أذكر لكم بعض الأمثلة لكن حتى تتضح الصورة لكم أكثر بشكل أسهل. نقول مثلا على سبيل المثال، مات شخص وترك زوجة وابن وبنت. الزوجة بماذا ترث؟ كم نصيب الزوجة؟ الثمن. يعني عندما تقول الثمن، عندما تقول السدس، عندما تقول الربع، عندما تقول الثلثان، هذا فرض، هذا مقدر من الشرع. إذن قلت لي الزوجة ترث ماذا؟ الثمن. إذن الزوجة صاحبة فرض فقط، لا تكون، لا يدخل التعصيب مع الزوجة أبدا. الابن والبنت عصبة، الابن يعصب البنت، للذكر مثل عض الأنثيين، صح؟ إذن الآن الابن عصبة وهو دائما عصبة، تمام. البنت في هذه الحالة تكون قد عصبت بأخيها، قد عصبت بأخيها في هذه الحالة، لكن إذا لم يكن هنالك ابن كم نصيب البنت؟ النصف، صارت صاحبة فرض. إذن البنت تارة تكون صاحبة فرض وتارة تكون معصبة، عصبها أخوها، واضح أو لا؟ مثال آخر، مات شخص وترك أما وأختا وزوجا، يعني عندنا ميتة ستكون أما وأختا وزوجا، كم نصيب الأم؟ ها؟ الأم نصيبها الثلث، صاحبة فرض. أين الأم؟ هنا، الأم دائما صاحبة فرض، تمام؟ أخت النصف صاحبة فرض، هل الأخت دائما صاحبة فرض؟ لا، إذا كان معها أخ فإنه يعصبها. إذن أحيانا الأخت صاحبة فرض وأحيانا تكون معصبة بأخيها، يعصبها أخوها. الزوج له كم؟ النصف. أين الزوج؟ هنا دائما صاحب فرض، لا يدخل التعصيب مع الزوج، واضح؟ إذن في كل مسألة أنت تنظر للورثة، هل هذا الوارث صاحب فرض أو هذا الوارث صاحب تعصيب؟ لو أردت أن تقسم ممكن أنت تحفظ الورثة، تقول الورثة من الرجال 15، اثنان
من هؤلاء الخمسة عشر دائما بالفرض، من؟ الزوج والأخ لأم، واثنان يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمعون بينهما الأب والجد، والبقية كلهم عصبات يرثون بالتعصيب. فهمنا؟ هذا بالنسبة للرجال. طيب بالنسبة للنساء، أيضا النساء نقول النساء منهن من ترث بالفرض فقط كالزوجة والأم والأخت أم، ومنهم من تكون عصبة. من تكون عصبة؟ المعتقة. ومنهم من ترث أو قد ترث بالفرض وقد ترث بالعصبة، وهن البنات وبنات الأبناء والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. واضح؟ وهذا الجدول يوضح لك أو يقرب لك صورة المعلومات التي ذكرتها لك. إذا فهمنا هذا فبعد ذلك نسأل آخر سؤال، أنواع العصبات، كم أنواع العصبات؟ قال لكم الفقهاء العصبات هذه ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. عصبة تسمى عصبة بالنفس، وعصبة تسمى عصبة بالغير، وعصبة تسمى عصبة مع الغير. مرة أخرى، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. أوه، هذا مكسور، كنت لا أريد أن أمسح لكن سأكتبه في الأعلى هناك، لا بأس. هنا العصبة بالنفس بالغير مع الغير، حتى أوضح لك المسألة بشكل سلس. ما معنى العصبة بالنفس؟ عصبة بالنفس أي أنه بنفسه عصبة، مثل من؟ مثل الابن، ابن الابن، مثل الأخ الشقيق، مثل الأب والجد في حالة التعصيب، مثل الأخ الشقيق، مثل الأخ لأب، مثل ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، هذا بنفسه عصبة، هذا يسمى عصبة بالنفس. لكن عصبة، انظر من الاسم، عصبة بالغير. ما معنى الغير؟ يعني صار بغيره عصبة، يعني بنفسه لا، لكن بغيره نعم، صار بغيره عصبة، صار بغيره عصبة. من هذا العصبة بالغير؟ البنات مع الأبناء، البنات مع الأبناء، الأخوات مع الإخوة، البنت مع الابن، الأخت مع الأخ. طبعا المقصود البنت، سواء كانت البنت أو بنت الابن، الأخت سواء الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، هؤلاء عصبة بالغير. لاحظ معي العصبة بالغير، أنثى مع ذكر، بنت مع ابن، أخت مع أخ، أنثى مع ذكر، تمام؟ ذا النوع الثاني. النوع الثالث عصبة مع الغير. ما معنى عصبة مع الغير؟ عصبة مع الغير اثنان أيضا، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن. الأخت الشقيقة أنثى مع البنت أو بنت الابن، الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن، أنثى مع أنثى، أنثى أخت مع بنت، أخت مع بنت، أنثى مع أنثى. واضح؟ إذن العصبة بالنفس ذكور، لا يدخل معهم إلا أنثى واحدة المعتقة، تمام؟ العصبة بالغير أنثى مع ذكر، البنت مع
مع الابن، تمام، فالبنت تعصب بالابن والأخت تعصب بالأخ، العصبة مع الغير، إناث مع إناث، فالأخت الشقيقة أو الأخت لأب تعصب مع البنت أو مع بنت الابن، واضح؟ ولذلك يقول لكم صاحب الرحبية رحمه الله: والأخت، قال: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فهن معهن، هذا تسمى عصبة بالغير. طبعا حتى يتضح لكم المثال بشكل أوضح يمكن أن نذكر بعض المسائل. انتبه معي، لو قلنا على سبيل المثال: مات شخص وترك أم، زوجة، بنت، أخ شقيق، تمام، كم للأم؟ السدس لوجود الفرع الوارث. وكم للزوجة؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. وكم للبنت؟ النصف. وكم للأخ الشقيق؟ عصبة. الأخ الشقيق لا يكون إلا عصبة، صح؟ وهو عصبة من أي نوع؟ عصبة بالنفس، واضح؟ إذن لو أردت أن تقسم المسألة بشكل سلس، عندك 6 و8، كم أصلها؟ 24. دائما 6 و8 أصلها 24. الأم لها السدس 4 أجزاء من 24 جزء، الزوجة 3 أجزاء من 24 جزء، البنت 12 جزء، كم صار؟ 19. كم بقي؟ 5 للأخ الشقيق، واضح؟ مثال آخر: مات شخص وترك زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة، كم تعطون الزوجة؟ ربع لعدم وجود الفرع الوارث. أخ شقيق وأخت شقيقة عصبة، أي نوع من أنواع العصبة؟ عصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين، الباقي لهما. يعني أصل المسألة سيكون من 4، للزوجة الربع 1، كم باقي؟ 3، 2 للأخ الشقيق، 1 للأخت الشقيقة، واضح؟ طيب لو ضربنا مثال ثالث: مات شخص وترك زوجة وبنتا وأختا شقيقة وعم، كم تعطون الزوجة؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. كم تعطون البنت؟ النصف. الأخت الشقيقة؟ أخت الشقيقة كم تعطونها؟ عصبة مع البنت. لماذا عصبة؟ الأخت مع البنت عصبة، واضح؟ إذن هنا عصبة. ما معنى عصبة؟ ما معنى عصبة؟ ما معنى عصبة؟ إذا انفرد يأخذ كل شيء. هل انفردت هنا؟ لا. إذا أخذ أصحاب الفروض وبقي، هو ماذا يأخذ؟ يأخذ الباقي. إذا هنا الزوجة صاحبة فرض، أخذت فرضها، البنت صاحبة فرض، أخذت فرضها، الباقي لمن؟ الباقي لها، عصبة الأخت الشقيقة. العم يسقط. لماذا يسقط العم؟ هذا ذكر وهذه أنثى. نعم يسقط، لماذا؟ انظر إلى الترتيب: العمومة بعد الأخوة، الأخوة قبل. نحن قلنا قبل قليل جهات العصوبة هذا ترتيبها: بنوة، أبوة،
عمومة جدودة وأخوة، بنو الأخوة العمومة المعتق بيت المال. إذن هذه أخت وهذا عم، جهة الأخوة قبل جهة العمومة. إذن العم هذا يسقط، واضح؟ لأن الأخت، انتبه معي، لأن الأخت بارك الله فيك إذا عصبت تصير بمنزلة الأخ. الأخت الشقيقة إذا عصبت تصير بمنزلة الأخ الشقيق، واضح؟ الأخت الشقيقة إذا عصبت تصير بمنزلة من؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق مقدم على العم. والأخت لأب إذا عصبت بالبنت تصير بمنزلة الأخ لأب. ولذلك يقول لكم صاحب الرحبية رحمه الله: والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. إذن نقول العصبات ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. هذا تقريبا تلخيص لدرس العصبة. بعد ذلك نقرأ في الكتاب، ربما نجد بعض المسائل التي لم تمر معنا في أثناء الشرح. قال رحمه الله تعالى: وأقرب العصبات، انتبه معي، قال وأقرب العصبات. إذن هو الآن يريد ماذا؟ يريد أن يرتب لك العصبات الأقوى فالأقوى، تمام؟ وقد قلت لك تعريف العصبات: من ليس له نصيب مقدر من المجمع على توريثهم حالة التعصيب. قال وأقرب العصبات، وفي بعض النسخ والعصبة وأريد بها، يعني تعريفها، تعريف العصبة: من ليس له حال تعصيبه منهم مقدر من المجمع على توريثهم، هذا تعريف العصبة. قال وسبق بيانهم، أي سبق بيان من يرث بالتعصيب. قال وسبق بيانهم، أي سبق بيان الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. قال وإنما اعتبر السهم حال التعصيب ليدخل الأب والجد، لأن الأب والجد في بعض الحالات يرثون بالفرض فقط. وربما بعد أن أكمل هذا سأذكر لكم حالات الأب والجد الثلاث. قال فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب. ثم عد المصنف الأقربية في قوله الابن. نحن قلنا أول جهة من جهة التعصيب من؟ جهة التعصيب أول جهة من؟ البنوة، صح؟ الابن. قال الابن ثم ابنه، انتهينا، هذه الجهة الأولى، الابن وابنه، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية من؟ الأبوة. قال ثم الأب، هذه الجهة الثانية فقط، ثم الأب فقط، الجد لا، ليس في الجهة الثانية. طيب الجهة الثالثة من؟ الجدودة والأخوة. قال ثم أبوه، ثم أبوه، هذا الجد. ثم الأخ للأب والأم. قال الشراح الأولى أنه يحذف ثم، هنا يحذف ثم، كان الأولى أن يقول ثم أبوه والأخ مع بعض ليس ترتيبا، فإن الأخ والجد في نفس الدرجة، لأن الجد يشارك الإخوة، الإخوة يشاركون الجد. قال ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم، قلنا الأولى أن يقول ثم أبوه والأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، تمام. بعد الجدود والأخوة من؟ بنو الأخوة. قال ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب إلى آخره. وقوله ثم العم، هذه العمومة على هذا الترتيب، ثم ابنه، أي فيقدم العم للأبوين ثم للأب، ثم بنو العم كذلك، ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب، ثم بنوهما كذلك،
ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب وهكذا. يعني باختصار يقدم من كان من أبوين على من كان بأب. باختصار العم لأبوين يقدم على العم لأب، ابن العم لأبوين يقدم على ابن العم لأب وهكذا. قال فإن عدمت العصبات من النسب والميت عتيق، أي كان عبدا ثم عتق، فالمولى المعتق يرثه بالعصوبة ذكرا كان المعتق أو أنثى. حتى الأنثى ترث، انظروا هنا، حتى الأنثى المعتقة ترث. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. قال فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب ولا عصبة بالولاء فماله لبيت المال، أي لبيت المال إذا انتظم بأن كان الحاكم عادلا ويعطي كل ذي حق حقه، وهذا لا يوجد، لا يكاد يوجد اليوم بيت مال منتظم. حتى قال بعض الفقهاء لم يوجد الانتظام في بيت المال من بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. واضح؟ إذن صارت الجهات كم الآن؟ صارت الجهات سبع: بنوة، أبوة، جدودة وأخوة، بنو الأخوة، العمومة، ثم المعتق، ثم بيت المال. سبع. ترتيبها كالتالي، ترتيبها بهذا الترتيب الذي ذكرته لك. هذا بالنسبة للعصبة. إذا تقرر هذا عندنا، واضح؟ فلا أدري هل آخذ معكم تطبيقات على هذا، أترككم تكتبون سريعا. بسم الله. حتى لو كتبتم جزءا أمسحه، إما تكتبون الجدول وإما تكتبون هذا، أو تصورون بالجوال أو تعملون وسيلة يعني. طيب، مسألة هالك. هالك يعني شخص مات عن بنت وأب وأخ شقيق وعم. كم تعطوني البنت؟ كم تعطون البنت؟ نصف. البنت كم؟ نصف. بنت النصف. كم تعطون الأب؟ سدس. سدس. أحسنت. الأب سدس. الأخ الشقيق؟ الباقي. انظر إلى جهات، انظر في دفترك إلى جهات العصوبة. ما في أخت شقيقة، أخ شقيق وعم. من؟ أخ شقيق، ليس أخت. أخ عصبة. أي نوع من أنواع العصبة؟ عصبة بالنفس. انظر إلى جهات العصوبة. أين دفترك؟ كتبت جهات العصوبة السبع. أيوة. أبوة، جدودة، وأخوة. من قبل من؟ الأبوة ثم إذن هذا لا يرث، وهذا من باب أولى لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأن الأبوة قبل الأخوة، الأبوة قبل الأخوة، إذن هذا لا. الذي بعد لا يرث. واضح؟ هذا لا يرث، هذا لا يرث. البنت لها النصف، الأب له سدس، الباقي لمن؟ الباقي للأب. فالأب يرث في هذه الحالة بالسدس فرضا والباقي تعصيبا، فاجتمع له بين الفرض والتعصيب. انظر هنا، الأب يرث بالفرض الحالة الأولى، ويرث بالتعصيب الحالة الثانية، ويجمع بينهما. هنا جمع بينهما. أعطيك مثال ثاني، انتبه معي. هالك عن زوجة وأب. شخص مات
ترك أبا وزوجته، كم للزوجة؟ كم للزوجة؟ الربع. كم للأب؟ كم للأب؟ الباقي عصبة فقط، عصبة. في هذه الحالة الأب أخذ بالتعصيب فقط، ورث بالتعصيب فقط، واضح؟ وقد يرث بالفرض فقط. مثالهم: هالك عن زوجة وبنت، عفوا، زوجة وابن وأب. كم للزوجة؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. كم للابن؟ كم للأب؟ السدس. كم للابن؟ الباقي عصب. فالأب مع الابن يرث بالفرض فقط لأن الابن أقوى. الأب مع الابن، مع الابن، مع الابن يرث بالفرض فقط، لكن مع البنت يرث بالفرض والتعصيب. إذا لم يكن الابن والبنت موجودا يرث بالتعصيب، فله ثلاث حالات. واضح ولا؟ له كم حالات؟ ثلاث حالات. طيب، مثال آخر: شخص مات هالك عن زوجة وجدة ومعتقة، كم للزوجة؟ ها؟ الزوجة لها الربع. كم للجدة؟ السدس، أحسنتم. معتقة؟ المعتقة باقي أو ليس أو لم؟ عصبة، لأن المعتقة دائما تكون عصبة. واضح؟ عصبة تأخذ الباقي. واضح؟ طيب، سؤال آخر: هالك عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب، كم تعطوهم؟ كيف توزعون؟ الزوج كم؟ الربع. لماذا الزوج الربع؟ لوجود الفرع الوارث. الزوج الربع، أحسنتم. البنت نصف، ممتاز. الأخت الشقيقة الباقي، الباقي. لماذا الباقي؟ عصبة مع لماذا قلنا مع الغير أو نقول بالغير؟ لماذا مع الغير؟ لأنها أنثى مع أنثى، أخت مع بنت، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، عصبة مع الغير. إذن هذه عصبة تأخذ الباقي. واضح؟ هذه المسكينة الأخت لأب تسقط. لماذا تسقط؟ لو كانت هذه عصبة الآن، عصبة، لو كانت أخ شقيق، هل هذا يرث؟ لا، لا يرث. إذن هذه تسقط. والأخت إذا عصبت بالبنت تكون بمنزلة الأخ، والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. فهمنا ولا؟ طيب، لاحظ معي: الزوج هنا عندنا زوج، هنا عندنا زوجة، هنا زوجة، هنا زوجة. في كل الحالات الزوج والزوجة، أين الزوج والزوجة؟ دائما بالفرض، دائما بالفرض. واضح؟ لاحظ معي: الأب مرة بالفرض، بالفرض والتعصيب، مرة بالتعصيب، مرة بالفرض، ثلاث حالات. هنا الجد نفس الطريقة، مرة بالفرض فقط، مرة بالفرض والتعصيب، مرة بالتعصيب فقط. واضح؟ المعتقة دائما بالتعصيب، كذلك المعتق دائما بالتعصيب. لاحظ معي مثلا هنا: الأخ الشقيق لم يبقى شيء من التركة يسقط، وهذا شأن العصبات، إذا لم يبقى شيء من التركة يسقط. واضح؟ دائما تورث
الأقرب جهة، فالأقرب جهة. البنوة أولا، الأبوة ثانيا، الجدود والأخوة معا، بنو الأخوة، العمومة، المعتق، الول، بيت المال. واضح؟ ترتبه هذا الترتيب، سبع جهات. إذن هذا بعض التطبيقات على درس اليوم. باقي أن نأخذ شيئا بسيطا بسيطا فقط، مقدمة للدرس القادم، ليس درسا، مقدمة فقط، لأن الوقت لم يكتمل. هذا سهل يعني، هذا كان الأصل تابع للدرس السابق، ليس درسا جديدا. قال لكم صاحب الرحبية رحمه الله تعالى: واعلم بأن الإرث نوعان. إيش وإيش؟ فرض وتعصيب. نحن درسنا التعصيب الآن، بقي الفرض. قال: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. درسنا التعصيب، إيش بقي؟ بقي الفرض. طيب كم الفروض؟ قال: الفروض ستة في القرآن الكريم، ستة. ما هم؟ النصف، الربع، الثمن. النصف، الربع، الثمن، هذا من الأعلى إلى الأسفل، تسمى طريقة التدلي. التدلي من الأعلى إلى الأسفل. النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. واضح؟ فقط في القرآن ستة فروض، تمام؟ أو تقول بطريقة الترقي، تقول الثمن، الربع، النصف، تصعد، السدس، الثلث، الثلثان، ترقي. يمكن هنالك طريقة التوسط، تقول الثلث والربع وضعف كل ونصف كل. كل هذا صحيح، هذا وهذا وهذا نفس المعنى. الذي لابد أن نفهمه أن الفروض، أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل كم؟ ستة. ما هي؟ النصف، نصفه الربع، نصفه الثمن، الثلثان، نصفهما الثلث، نصفهما نصف الثلث، السدس. يعني لو عندك على سبيل المثال هذا الشكل مربع هكذا، نصف هكذا، صار أرباعا، هكذا وهكذا صار أثمانا، صح؟ لو جعلت هذا الشكل بالطريقة الثانية، هذا ثلث، هذا وهذا ثلثان، هذا لوحده ثلث، سدس 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 سدس. واضح؟ إذن هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. طبعا لما نقول المقدرة في كتاب الله، من أجل ماذا؟ من أجل أن نخرج بعض الفروض التي يذكرها الفقهاء وليست موجودة في القرآن، مثل ثلث الباقي. ثلث الباقي موجود في بعض المسائل، مثل المسألة العمرية وبعض مسائل الجد مع الإخوة، تمام؟ فنحن نقول المقدرة في كتاب الله كم؟ ستة. من الذين يرثون النصف؟ نقول الذين يرثون النصف خمسة أشخاص. من الذين يرثون الربع؟ الذين يرثون الربع اثنان. من الذي يرث الثمن؟ واحد. 125، 125 ثمن واحد، الربع اثنين، النصف خمسة، الثلثان أربعة، الثلث اثنان، السدس سبعة. واضح ولا؟ ما
بعد ذلك تقول من أصحاب النصف؟ من هم الخمسة؟ أقول لك فلان وفلان 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 وفلان، ليس اليوم، في الدرس القادم سأقول. من أصحاب الربع؟ سأقول لك فلان وفلان. من أصحاب الثمن؟ سأقول لك فلان فقط واحد. من أصحاب الثلثين؟ أقول لك أصحاب الثلثين هم أنفسهم أصحاب النصف إلا الزوج. واضح؟ من أصحاب الثلث؟ من أصحاب السدس؟ ليس الآن لكن في الدرس القادم. إذا أردت أن تحفظ هذا في طريقة يعني يذكرها الفقهاء بشكل أسهل، يعني بشكل أسهل عند العرب ربما أسهل، لكن ما لا أدري، في شيء عندهم عند العرب يسمى حساب الجمل. حساب إيش؟ الجمل. ما معنى حساب الجمل؟ تعرفون أبجد، هوز، حطي، هذه في الأصل الأحرف تدل على أرقام، على أعداد. أبجد أب ج د، الدال أربعة، الجيم ثلاثة، الباء اثنين، الألف واحد، ه ويز، هو ثمانية، طي، واضح، كلمان إلى آخر. فقال لك الناظم رحمه الله تعالى ونظم ذوي الفروض، ونظم ذوي الفروض، ذوي الفروض أصحاب الفروض يعني، ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز، في هذا الرجز، ر ج ز، ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز، تجده في هذا الرجز مرتبا، مرتبا، ستجده مرتبا، حال مرتبا، ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا، خذه فعل أمر، خذه، وقل ماذا نقول؟ قال وقل هبا دبز، هبا دبز. ما معنى هبا دبز؟ ها ها خمسة، ب اثنين، واحد، خمسة اثنين واحد، خمسة أصحاب النصف، ب اثنين أصحاب الربع، ألف واحد أصحاب الثمن، هبا د د أربعة أصحاب الثلثين، ب اثنين أصحاب ماذا؟ الثلث، ز سبعة، صح سبعة أصحاب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. فهمنا؟ إذن الذي أريدك أن تصل إليه أن تفهم أن الإرث فرض وتعصيب. الفرض كم؟ ستة في القرآن فقط، ستة. يعني لو قال قائل هل يوجد فرض اسمه الخمس؟ لا لا يوجد، ما في عندنا شيء اسمه الخمس هنا. الأم أليست تستحق الخمس؟ لا لا يمكن، ما في شيء اسمه خمس. في شيء اسمه سبع؟ ما في سبع. تسع؟ ما في تسع. واضح؟ عندنا فقط النصف، الربع، الثمن، واضح؟ وعندنا الثلثان والثلث والسدس فقط. العشر موجود في الزكاة، حطوه في الميراث؟ لا ما ينفع. ربع العشر ما في، واضح ولا لا؟ الفروض المقدرة في القرآن هذه فقط ستة. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب، فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فهمنا؟ نقف هنا، في الدرس القادم نذكر أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، أصحاب الثلثين، أصحاب الثلث، أصحاب السدس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص فيهما، وأن يتقبل منا إنه سميع عليم.
بر كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.